مصطفى عبد الوهاب خليل، مهندس معماري لايتنج ديزاينر، بقالي اكتر من 15 سنه شغال في الفيلد اللايتنج ديزاين. احنا عرفنا كيتشينو ان احنا كنا بندور على كذا مانيفاكتشرر للكيتشنز، واحنا كنا عندنا كونسبت معين عايزين نعمله في البيت عندنا. الكونسبت ده ان احنا عايزين نعمل اوبن كيتشن على ريسبشن، وكنا مترددين جدا في الموضوع ده، بحيث ان احنا كنا خايفين ان يكون شكل الكيتشن مش ملائم مع الريسبشن او يكون اود قوي وسط الاوبن سبيس الموجود. فلقينا الديزاينز اللي موجوده هناك فيري امبرسيف، واحنا لقينا ان احنا الديزاينز حتى ايفن الالوان بتماتش مع الكونسبت احنا كنا عايزين نعمله في البيت. قررنا ان شاء الله احنا يعني نبروسيد معاهم، ومختل الحمد لله فيري امبرسيف جدا، وزي ما كنت متوقع واكتر كمان. انا بنصح ناس يشتغلوا مع كيتشينو، عندهم ماتيريالز والوان مش موجوده عند كذا سبلاير تاني، في نفس الوقت حاجات مودرن بتكوب مع الديزاينز المنتشره الايام دي في السوق، وماشيه مع الانتيريور ديزاينرز اللي هم اللي بيفكروا بافكار اوت اوف ذا بوكس.